تشتهر مصر بثروتها الزراعية المتميزة منذ آلاف السنين، حيث اكتسب المصريون خبرتهم في إنتاج مختلف أنواع الخضروات والفواكه التي تخرج بجودة متميزة. لا يقتصر الاهتمام بالخضروات والفواكه على زراعتها وحسب، وإنما على تنظيم عربات ومحلات بيع الخضروات والفواكه بطريقة جذابة للعين تشجع المستهلك على الشراء. وفي محلات مؤمن وبشار لبيع الخضروات والفواكه دلالة على جودة واهتمام القائمين على بيع المنتج من مختلف الاتجاهات، سواء في اختيار الخضروات والفواكه أو التأكد من جودتها أو تنظيمها، حيث أنه واحد من أقدم محلات بيع الخضروات والفواكه. أهم حاجة في الشغل الصدق مع الناس، مع العملاء، يعني الواحد لازم يبقى صادق مع العملاء اللي هم إيه بيه. طبعاً أنا اسمي علي، ماشي من البحيرة، شغال هنا في المكان هنا، ماسك مدير الفرع، مدير المحل، شغال هنا من 2003، تمام؟ الناس صحاب المحل دولت، تمام؟ بيجيبهم يعني ايه؟ بنجيبهم الخضار والفاكهة، تمام؟ من العبور، تمام؟ وطبعاً بنتعامل مع العملاء بإخلاص وأمانة يعني. طبعاً الناس الموظفين اللي شغالين معايا هنا، تمام؟ كلك طبعاً ناس كويسين، تمام؟ وناس متساويات برضو، متعلمين كلك وفاهمين شغلهم صح، تمام؟ والحاجة اللي هي بتيجي دي أنضف حاجة، مفيش أي حاجة بتروح للعميل ماشي مش كويس. طبعاً الخضار والفاكهة بيجي حسب الطلب، يعني مثلاً أول الخضار ما بيخلص بنجيبه غيره، والفاكهة نفس النظام عادي، كل حاجة لها مكان، يعني مثلاً الطماطم، الخيار، الباذنجان الرومي، الليمون، كل حاجة محطوطة في رف. طبعا العملاء اللي هم بيجوا عارفين الاماكن، يعني طبعا متعودين كلهم بياخدوا من عندنا من هنا. وطبعا مؤمن وبشار يعني من زمان، من 20 سنة، تمام؟ يعني يعتبر اقدم محل في مصر الجديده. يعد التعامل مع العملاء احد فنون البيع التي يجب ان يتقنها كل من يعمل في المنتجات الاستهلاكيه، يعني حسب العميل. يعني العميل لما بيسال على صنف، تمام، احنا بنقول له الصنف دي مثلا يعني كل حاجة بأمانة يعني. والعمل اللي هنا يعني كلك، يعني مش كلك مصريين، يعني من جميع الجنسيات، تعامل يعني يتعاملوا مع العملاء هنا، تمام، بصدق. أهم حاجة الصدق، الحاجة لو مش كويسة ماشي ويجي يسألنا عليها هنقول له لا مش كويسة، يجي ياخد بكرة بعده عادي. ليه؟ لأن لو خد الحاجة دي مش حلوة بعد كده مش هيجي. عامة الفواكه، يعني الفاكهة بتبدي كلها من شهر 7، يعني المانجا يعني بتنزل من شهر 7، من شهر 7 لحد شهر 10 جميع انواع المانجا. بعد كده بقى طول السنه بيبقى فيه فاكهه، بيبقى فيه اللي هو التفاح، اللي هو اليسفند البلد طبعا بينزل في الشتاء، البرتقال بسره، الخضروات طبعا صيف شتاء. لا يتعامل الموظفين في مؤمن وبشار مع عملهم بشكل مهني فحسب، بل يحمل العمل بالنسبه لهم بعدا انسانيا ايضا. والله انا بصراحه بنحب الشغلانه دي. ليه؟ لان انا شغال فيها من زمان. والحاجة دي طبعاً يعني أهم حاجة في الدنيا، الأكل والشرب. طبعاً الواحد بيتعامل معاه بصراحة على طول يعني كويس. الخضروات والفواكه قيمة غذائية أساسية في كل بيت مصري، لا يمكن الاستغناء عن جودتها في أي مرحلة تمر بها هذه المنتجات. فللخضروات والفواكه في مصر ألوان مبهجة، نتاج أرض طيبة. خالد أمجد، AUCTV.